هاي جايز، اليوم رح شارككم أماكن 5 صناديق اللي في تحديث المزرعة. فجوا المنارة وبشكل أوضح فوق الجزرة في صندوق، في واحد منهم. فرح نطلع فوق هذا النبات اللي مو معروف صراحة. في واحد منهم رح نستخدم الهليكوبتر، أو أي طيارة ممكن. وهنا رح تشوفوا، طبعا ما بعرف اللي بحس. أوكي بس فمباشرة ممكن ناخذه. طبعا في 800 كوين، هذا بالنسبة الأول. أما بالنسبة لثاني واحد، أوكي على طول جايز من الأقرب للأقرب. جوا البيت الجديد في واحد منهم كمان موجود في مكان كثير سهل، يعني رح تطلعوا هنا مباشرة رح تشوفوه في هذا المكان، فرح ناخذه كمان في كوينز. أما الثالث فموجود فوق الجاينت روبوت، فرح نروح لقمة الجاينت روبوت. فرح نطلع ممكن بأي شيء، مشروب طاقة بأي شيء يعني. فرح تجوا هنا، طبعا الدخول عادي يعني في نفاذية فممكن تدخلوا بشكل عادي. أوكي هنا شايفين، فبنجي بناخذه بكل سهولة. طبعا في هذا 3 جواهر. فالسنين الباقي كمان في أماكن نوعا ما سهلة. أشكركم على المشاهدة، بشوفكم الفيديو القادم. باي باي.